السلام عليكم. كان في أحد الأصدقاء بيسأل إزاي ألون الحافة ديت بتاعة الحيطة أو بتاعة الروف، أو إزاي أغير الخطوط ديت. طيب بكل بساطة هروح لموديفاي وأجي هنا أقول له أنا عايز بنت دهان، وأبدأ أختار الحاجة اللي أنا عايزها وأبدأ أحطها على الحافة بتاعتي. يعني مثلا لو إحنا بنتكلم على الحافة ديت برضه نفس الفكرة، بنت، وهاجي هنا على الحافة ديت وألونها كده. طيب لو أنا عايز أغير الزاوية دي هقرب من خط من الخطوط فيهم، يعني مثلا ديت أهي الخط دوت أهو، عملت عليه سيلكت وأقول له روتيت وأختار الروتيت اللي أنا عايزه وليكن بزاوية 13، يطلع معايا بالشكل دوت.